اسم جمعية ديال التنمية التنمية ديال الكهربائية بإقليم عرائش وجمعية كرامة بقاسم كبير حاضرة معنا بكل ذلك. إخواننا الكهربائيين اسمكم جميعا كنرحبوا بالإخوان ديالنا ديال صاحب المشروع جمعية النهضة. ولا تنسوا أن السيد المشير راه هو نائب أمين المدينة جهة طاجيك طول الحسيمة. هذا المشروع جاب التنمية لنا بغينا نكبروا به كمهنيين هنا كهربائيين رصاصين بغينا هذا المشروع هذا نستافدوا منه لأن هذا الشيء ماشي سهل باش تجمع المشروع من المدينة باش الناس يقربوا عليك ويجيو فيك راه خصنا ندوروا على المشروع ديالنا حنايا حنا ماشي علم نتعلم غير نتعلم مزيان لأن حنا الميدان ديالنا حنا ماشي معلمين أبدا دائما حنا دائما عندنا جديد وبغينا هذا المشروع هذا الإخوان ديالنا الله يجزيكم بخير نشكروه بواحد القوة هو باش نتعلموا هذا المشروع هذا على يدمجنا في سوق الشغل لان هذا مشروع جديد كنا كنعرفوا البطاقة الشمسية كنا كنعرفوا ولكن راه خدمة فيها وفيها راه فيها العبارات فيها المونبيراج فيها الفولكر ولهذا خصنا ككهربائيين ديال الاقليم سواء القصر ولا العرايش تبوتوا بعضياتنا لان هذا ماشي سهل باش نجيبوا هذه الحاجة هذه وكذلك نرجعوا للاخير شكرا للحضور ديالكم وسمحوا لنا في القاعه هنا طلبنا قاعه مجلس البلدي جبرناها عمر بن السيماني والاخوان صاحب المشروع صاحب المشروع اللي جا الجمعه رمضان وباغي يخرجوا للجهه دونك ما بقاش الوقت يعني مره اخرى ان شاء الله نشوفوا قاعه اكثر من هذه وحنا باقي غنخرجوا في النظري والتطبيقي ان شاء الله والسلام عليكم.